ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في برنامج ساعة إلا، والحين راح نركز على الإبداعات والإنجازات الشبابية، لكن الإبداع من نوع خاص جدا هالمرة لأنه تعدى حدود الأرض ووصل للفضاء، وهذا اللي يميزه. عشان كذي قررنا نستضيف شباب كويتي بهمتهم قدروا يطلقون أول قمر صناعي كويتي بأيدي كويتية. ويانا في الاستوديو مريم الخاتم وعلي ميرزا، حياكم الله ومنورينا اليوم. الله يحييك. ودنا في البداية قبل ما نتعمق ونتعرف أكثر على إنجازكم تكلمونا عن طفولتكم، وإذا كان الفضاء جزء مهم ولا كنتوا تطمحون إلى هذا الشيء. مريم؟ بالنسبة لي يعني حب الفضاء وعلم الفلك بدأ معي من يعني الطفولة، بحكم أن أول كتاب لي أذكر أني قريته كان عن الفضاء، ومن بعدها يعني الأهل الله يعطيهم العافية يعني ما قصروا أنهم يعني يدعموني بهالمجال. أذكر أول تلسكوب يعني صار عندي خالي شرالية، كان هدية، فيعني الدعم من الأهل كان مستمر. وكنتي متأثرة في عالم الفضاء والفلك مثل ما قلتي. نعم. بالنسبة لك علي؟ والله طبعا من طفولتي كنت دائما مهتم بالفضاء، أقرأ كتب، أشتري تلسكوبات طبعا من المركز العلمي، وبنفس الوقت أحب الرياضيات والفيزياء، من المدرسة تعلمتها من الفضاء والكواكب بشكل عام. يعني دراستكم هل كان لها علاقة، مثلا أنت قلت تحب الفيزياء والكيمياء، فتخصصت شيء له علاقة في هذه المجالات بعد؟ بصراحة من الفيزياء والرياضيات، وهم كنت دائما أتعبث مع الإلكترونيات بالبيت، مثلا الراديو أبطلع أشوف شنو داخله. كان ودي أدش مجال الهندسة، وبعدين اخترت هندسة كهرباء والإلكترونيات. جدا جميل. بالنسبة لك مريم؟ بالنسبة لي يعني كنت أحب العلوم بشكل عام، بالذات يعني اللي فيها أحتاج أجهزة عشان أدرسها، فال يعني بالبداية كان ودي أن أدخل تخصص يعني علم فلك، بس مع الأسف بالكويت ما كان متوفر، فحاولت أختار أقرب شيء له وتخصصت جيولوجيا بالجامعة، ومن بعدها حبيتها وايد وخذيت مساند جيولوجيا بسرو. فكلمونا عن الرحلة في بداية هذا المشروع، يعني مشروع القمر الصناعي اللي أنتم كنتوا جزء منه، شلون كانت بداياتكم مع الفريق؟ بالبداية يعني شفنا الإعلان، كان بجامعة الكويت قسم الفيزياء، قدمنا عليه، مرينا بمرحلة اختبارات مع المتقدمين كلهم، وبالنهاية يعني صفينا على يعني تقريبا 45 شخص بالمجموعة. وبالنسبة حق دراستكم، شنو المجالات اللي ممكن تشتغلون فيها من خلال تخصصاتكم وتقدمون أيضا إنجازات على هالمستوى؟ والله أنا بصراحة وايد كنت مهتم من في الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، بالذات الأقمار الصناعية، فكنت وايد مهتم بالدوائر الإلكترونية وشلون تشتغل الأنظمة اللي موجودة داخل القمر، مثلا نظام الاتصالات والكهرباء والكاميرا وغيرها. فشفتها يعني قدرت أطبق اللي تعلمته بالجامعة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية. وهل كنتوا تشوفون في بداية دراستكم الجامعية، والسؤال مشترك لك مريم ولك أيضا، أنكم تكونون ضمن فريق الإنجاز المميز مثل هذا المشروع؟ الصراحة لما شفت الإعلان كان شيء جديد، أول مرة أشوف فرصة جديدة عندش مجال الفضاء، فقدمت والحمد لله كلموني قابلتهم، حتى ما كنت أدرس برا، فقابلوني أونلاين كان المقابلة مثلاً. قبل أدش الفريق، والحمد لله انضميت للفريق وتدربت معاهم، أعطوني منهج، هذا المنهج ندرسه عشان نفهم أساسيات الفضاء وأساسيات الفضاء تقريباً. بشكل مفصل طبعا وضروري. ونفس الكلام مريم، يعني مريتي في نفس الرحلة ايضا؟ يمكن انا دخولي او سبب دخولي الرئيسي يعني اللي اختاروني عشانه، ان انا كان عندي يعني هواية التصوير، فالسبب الرئيسي اللي اختاروني فيه ان يبون فريق اعلامي
حق المشروع نغطي فيه كل الجهود اللي يقومون فيها الزملاء بالمشروع، وبالأخير نبرزها حق الناس. فهذا كان خلينا نقول جزء يعني سببه هواية التصوير. الجزء الثاني إن إحنا فريق تطبيقات من ضمن أيضا فريق المشروع، بعد ما نستقبل الصور من القمر الصناعي نحللها ونسوي لها بروسيسنج، بعدها ممكن إن إحنا نستخدم هذه الصور بتطبيقات مختلفة. واحدة من هالتطبيقات هذه ممكن نستفيد منها كجيولوجيين إحنا. فاثنيناتكم قدرتوا تطبقون نوعا ما دراستكم والمجالات اللي تحبونها من خلال انضمامكم لهذا الفريق. اعطيتونا نبذة خلينا نقول بسيطة ومقدمة عن شلون قدرتوا تشتركون في هذا الانجاز في البداية، لكن ودي اعرف كواليس العمل، شلون انتم مع بعض كفريق، شنو الصعوبات اللي واجهتوها؟ ساعات العمل اكيد تكون طويلة. طبعا صح. كلمونا اكثر عن هالموضوع. احنا دخلنا الفريق، يعني دخلت الفريق ما كنت أعرف شيء، اكتشفت يعني إحنا الأعضاء الفريق كلنا تخصصات مختلفة، علمية هندسية وغيرها، تخصصات مختلفة أعمار مختلفة، بس الحمد لله مع الوقت قدرنا نتعاون. كسرتوا الحاجز اللي بينكم؟ طبعاً طبعاً احتاجنا وقت، بس يعني الحمد لله أمورنا ماشية. وفي شيء كانت عندنا مشكلة أن في ناس في المشروع موظفين عندهم دوام، في طلبة عندنا هم يدرسون بالجامعة عندهم كلاسات محاضرات، وفي النوع الثالث مثلي حديث التخرج. فالحمد لله عندي وقت قدرت أفضي وقتي حق المشروع. فعندك يعني متفرغ للمشروع؟ أي نعم. فكل واحد عنده التزامات، والفريق الإداري ما قصروا معنا، رتبوا الجدول ويحددون الاجتماعات الورش العملية محاضرات. تمام أمورنا ماشية. مريم، حسيت أن الأمور ماشية بغض النظر عن الصعوبات اللي تكلم عنها زميلتك، ولا حسيت أن لا كان في عدة عراقيل؟ والله بالنسبة لي أنا انضميت حق المشروع من وأنا طالبة، تخرجت فهذه فترة التخرج اللي هو الحين فيها يعني كان الحمد لله في وقت، مع أن بنفس الوقت أنا كنت أشتغل بارت تايم، بس حاولت أن أختار حتى الفرع اللي اشتغلت فيه بالبارت تايم كان بالجامعة، فيعني حاولت قد ما أقدر أن أرتب أموري. بعدها توظفت شركة نفط الكويت، تدرون ساعات العمل وايد طويلة يعني من 7 إلى 3، بس حاولنا قد ما نقدر يعني كنت أطلع من الأحمدي أروح على الإشتادية على طول، بس الحمد لله يعني مشت الأمور. قدرتي تمشين الأمور وقدرتي تكونين وتلتزمين مع الفريق طبعا، لكن هل حاشكم نوع من الخوف؟ تكلمنا شوية عن البدايات، لكن خلال الرحلة العملية والبحث والشغل أكيد الشعور المشاعر يعني تغيرت عليكم من الإكسايتمنت إلى الخوف إلى غيره، كلمونا أكثر عن هالموضوع. يعني بالبداية كل شيء كان على ورق، يعني ما حد كان يعني مستوعب ان هذا شيء بعدين بيصير وفعلا بيوصل للفضاء. ف يعني اكيد الواحد تمر فيه المشروع شوي طول يعني بحكم ظروف كورونا، فزادت مده المشروع المفترض انه ينتهي فيها. فهذه الفتره حاشنا مثل شويه احباط اكيد، بس حاولنا قد ما نقدر ان يعني ناخذ لصالحنا كورونا، تعطون نفسكم دافع يمكن بالضبط. أساس هذا إنجاز حق الدولة وأيضا حق فريق العمل طبعا. أكيد. وطبعا يوم الإطلاق كان يوم وايد مهم. عطنا تفاصيل يوم الإطلاق. والله كان يوم طويل الصراحة. يوم طويل ولوية. شلون كان يوم الأول شيء؟ يوم الإطلاق كان يوم 3 يناير 2023 هالسنة، من ولاية فلوريدا أمريكا عن طريق شركة سبيس إكس، وجهزنا المحطة الأرضية في جامعة الكويت كلية العلوم. يومها كنا وايد يعني علي شنو كنت حاس؟ كنا متوترين بس كنت متفائل بنفس الوقت ومستانس، والحمد لله تم الإطلاق بنجاح. وفي لحظة الخوف اللي لما يفصل المشروع نفسه وهو
فوق صح؟ القمر إيه؟ القمر إيه؟ والخوف كان حتى من الكاونت داون العد التنازلي لأن بدأ الخوف كان إيه كان ممكن يكنسلون يعني حتى قبل ما ينطلق لأي ظرف من يعني سواء ظروف جوية أو هما شيء تكنيكال صح انه يوقف يتاجل الاطلاق بعد الاطلاق باربع ساعات ما راح نسمع شيء من القمر احنا اول نفس اخذناه اللي قالوا انه خلاص يعني انطلق بس تمام شوي ريحته ايه وريحنا لما حصلنا اول اشاره بعد ثلاث أربعة أيام تقريبا بعد الإطلاق يعني فأنتوا قعدتوا أربعة أيام على أعصابكم نقدر أيوة. كل يوم بالجامعة يومياً من الصبح ليه بالليل يعني كانت أيام متعبة بس حسيتوا أن هذا الشيء قربكم كفريق أيضا ممكن يفتح لكم بيبان ثانية لمشاريع أخرى والله إحنا يعني في خطة حق مشروع ثاني كويت سات 2 قاعد يتم التجهيز لها الحين إن شاء الله بيكون يعني المسؤول عنها دكتور ياسر عبد الرحيم وبيكون الساتلايت هذا أكبر حجماً حتى بالطموح أكبر وإن شاء الله خير إن شاء الله مستمرين بالموضوع راح نستمر بالمشروع وإن شاء الله نقبل ناخذ دفعة ثالثة مشاريع ثانية في هذا المجال لكن أنتوا كشباب هل حسيتوا أن فرص التمكين وفرص تمكينكم من إنجازاتكم كانت متاحة لكم؟ يعني طالعون بعض يعني الحمد لله الدولة ما تقصر بس أنا يعني أحب دائما أقول إن سواء بنات أو شباب أنت لا تنظر الفرصة تيك أنت أسعى إنك تخلق الفرصة يعني إذا كل واحد بيقعد ينظر إن الناس تسوي له أو تمهد له الطريق هذا شيء ما راح يصير بس ممكن وايد ناس يسمعون كلامك مريم بس ما يعرفون شلون ممكن هم يخلقون الفرصة يعني مثلا أنا عن نفسي كنت أحاول دائما أطور مهاراتي سواء بالجامعة انضميت حق النوادي الطلابية بهذه النوادي احنا يعني يسمونها نتوركينج الواحد يحاول دائما يعني يزيد علاقاته بالناس هذه العلاقات هي اللي تخلق الفرص يعني لما أنا أقعد مثلاً أسولف مع شخص أقول له مثلاً أنا عندي الهواية هذه ولا عندي الطموح هذا يقول لي مثلاً إيه أنا عارف فلان ممكن يساعدك بهالشيء فهذه اللي أقصده تبادل خبرات أيضاً بالضبط فهذا اللي أقصده أن الواحد يخلق هو فرصته علي نفس السؤال اللي سألته مريم أو مقارب له ودي أعرف أنت من وجهة نظرك شنو تحس أبرز شيء الشباب محتاجينه عساس يقدرون أيضا يخلقون فرص تمكنهم أكثر أنهم يعطون في مجالاتهم ومن إنجازاتهم والله أنا يعني تخرجت الحمد لله وبس ما زلت قاعد أتعلم آخر لي دورات تطويرية وإحنا بالمشروع دخلنا على دفعتين الدفعة الأولى أنا من الدفعة الثانية دخلت الدفعة الأولى سووا مثل knowledge transfer ينقلون المعلومات والمعرفة عن طريق المحاضرات والورش العملية عشان الكل يستفيد ويتعلم ونفس الشيء إحنا نقدر نسوي راح نسوي الدفعة الثانية راح نسوي نفس الشيء حق الدفعة الثالثة ننقل المعلومات والمعرفة فتشاركونهم خبراتكم أي طبعا فهذا الشيء يعني تحرصون عليه من خلال الفريق نفسه أيه. خلينا نقول التيمز اللي جايين عقبكم والناس اللي تشترك ايضا او يعني جوين يو ليدد اي طبعا أوكي. جدا جميل لكن مريم من هذا المنطلق ودي اعرف كونك شابه كويتيه وشاركتي في هذا المشروع وهذا الانجاز اللي كلنا اكيد فخورين في انجازكم هذا شلون تشوفين بنات جيلك وانجازاتهم بشكل عام؟ والله احنا بالمشروع عندنا اكثر من 75% من الاعضاء هم من البنات فيعني اعتقد ان البنات فايزين حاليا وتشوفين ان حابين يتعلمون اكثر حابين يشاركون خبرات يعني خبراتهم ايضا لان مثل ما قال علي في بدايه كلامنا ان كلكم تخصصات مختلفه اعمار مختلفه يعني فريق مختلف صح يعني هو خلطه فعلا يعني الاعمار يعني من 21 لحتى بالثلاثينات تخصصات علمية وهندسة إعلام يعني في عندنا يعني سبكترم عالي فال يعني هذا أعتقد هذا خلق إن كل واحد ممكن إنه
يعني يعلم الثاني تخصصه، فيعني فتبادل الخبرات. هذا كان متواجد يعني عندكم عجيب، وايد وايد حلو صراحه. علي ايضا ودي اعرف شنو ابرز شيء تحس ان الشباب محتاجينه اساس يستمرون في عطاءاتهم؟ نفس اللي قلته، نولج ترانسفر وايد مهم. اي واحد يروح يتعلم، مثلا انا رحت تعلمت، خذيت دوره تدريبيه برا الكويت مع الفريق. لما ردينا سوينا ورش ومحاضرات، وحاولنا ننقل الخبره والمعرفه والمعلومات لباقي اعضاء الفريق، والكل يستفيد ويتعلم بنفس الوقت. واحنا وايد استفدنا صراحه من الحوار معاكم، وتعلمنا وايد عن تبادل الخبرات والطاقات الشبابيه وشلون اشتغلتوا مع بعض كفريق واحد. صراحه ما ودي اختم وياكم، لكن وصلنا لنهايه لقائنا. اذا حابين تضيفون اي كلمه في الختام تفضلوا. نحب نشكركم اكيد على الاستضافه، ونحب نقول حق الشباب الجيل اللي من عمرنا واصغر ان لا تخلون حتى في سقف حق طموحاتكم، وان شاء الله الدوله معاكم ودائما تدعمكم مثل ما دعمتنا احنا. اكيد طبعا، شدوا حيلكم واستمروا بالعلم، وان شاء الله تحققون احلامكم. علي ومريم صراحة شاكرين لكم تواجدكم معنا اليوم، وكل التوفيق لكم والفريق اللي قاعد تشتغلون معاه، ومن إنجاز إلى إنجاز آخر، وكل التوفيق لكم دائما. والحين من هذا اللقاء الشيق راح نروح معاكم مشاهدينا للرياضة وتمارين جديدة مع الكوتش محمد البلوشي. خلونا نشوفه مع بعض.